الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فأصابها إعصار فيه نار 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 فاحترقت 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 فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد سمع الله قول الذين قالوا قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 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 إن الله كان عزيزا حكيما يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار النار مثواكم قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان 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 وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ
ومن ورائه عذاب غليظ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار 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 قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس 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 شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قالوا حرقوه قالوا حرقوه 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 قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم 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 والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار 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 يقولون يا ليتنا أطعنا الله
وأطعنا الرسولا والذين كفروا لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف عنهم 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 من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها 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 ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون 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 كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم من عذاب الحميم من عذاب الحميم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية 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 وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة 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 صدق الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما أسأل الله أن يهدي المسلمين والمسلمات من الإنس ومن الجان أسأل الله أن يهديهم هداية من عنده وأسأل الله أن يهلك كل عدو ظالم كل عدو معتدي
كل عدو ماكر يريد أن يمكر بالمسلمين والمسلمات. أسأل الله أن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، إنه سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.